ولنقاش ملف المعتقلين في العراق وأوضاعهم ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا ومرحبا. يعود الحديث عن ملف المعتقلين للواجهة في ظل الانتهاكات المرتكبة واكتظاظ السجون، برأيكم ما أسباب ارتفاع معدل المعتقلين في هذه السجون؟ يعني حقيقة هذه الحكومة والحكومات السابقة بالعراق هي الاعتقالات العشوائية والتهم الكيدية الموجودة من بعض المواطنين العراقيين ضد المواطنين، وهذه التهم أما تكون هذه التهم الكيدية لأسباب مالية أو أسباب خلافات اقتصادية أو خلافات طائفية أو اختلافات عديدة. لهذا السبب عدد السجناء الموجودين في العراق لحد هذه اللحظة لم يتم التحقيق معهم ومعرفة أسباب حتى التحقيق لماذا هو موجود في هذا المعتقل. نعم. بعض الأحيان لا يعرف حتى المعتقل لا يعرف شو السبب لوجوده في هذه المعتقلات. هذه المعتقلات اللي نتكلم عليها المعتقلين الذين لم تتم التحقيق معهم لحد هذه اللحظة. سنتحدث عن هذه الفئة بالذات، عن الذين لم يتم التحقيق معهم بعد، لكن قبل ذلك نتحدث أيضا عن ما نشرته مصادر حول تسجيل حالات وفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة واكتظاظ السجون. كيف يمكن الحد من هذه الانتهاكات الإنسانية ومحاسبة المسؤولين عنها؟ الحالات الذي يتعرض لها، أنا عندي علم بالسجون الناصرية في بعض الأحيان وأكثر أغلب الأحيان أنه سبب الوفاة هو لعدم وصول الأدوية للأمراض المزمنة للمعتقلين في السجون الموجودين في سجون العراق. هذا هو سبب من الأسباب، وبالإضافة إلى بالوقت الحاضر أنه السبب الحالة الصحية الرديئة في العراق وعدد السجناء الموجودين بكثرة. لهذا السبب أنه ضيق المكان والأمراض، منتشرة بهذه السجون من الأمراض الجلدية والأمراض الأخرى. وبالإضافة إلى هذا لا توجد العناية الصحية الكاملة أو مراجعات طبية مستمرة للسجناء في الوقت الحاضر. هذه المنظمات الدولية المعترف بها تقول أنها السجون في العراق، السجون العراقية بالوقت الحاضر هي سجون كارثية للذي يسكن في هذه السجون. السجون في العراق نعلم، نحن جيدا نعلم أنه السجون في العراق هي سجون قمعية وسجون إرهابية، وهذه السجون هي إرهاب الدولة للمواطنين، لأنه أكثر السجناء هم بريئين من الذنب الذي متهم فيه. التحقيق غير مستمر، وحتى إذا كان انتزاع المعلومة من المتهم انتزاعها بالقوة تحت التعذيب وتحت الاغتصاب وتحت فيعترف الشخص بالذنب وبدون أن يرتكب هذا الذنب، وهذه توصل إلى حالات حتى الإعدام. نعم. لأنه القمع الموجود والتعذيب الموجود في السجون العراقية مستمر على نزع التحقيق، نزع الاعتراف بالقصري من السجناء العراقيين. نعم. أستاذ ضياء، نتحدث أيضا عن ما أشرت إليه في البداية عن المعتقلين منذ سنوات في السجون على ذمة التحقيق. ما دوافع المماطلة في حسم هذه القضايا؟ هذه القضايا موجودين 17,000 معتقل في المناطق الشمالية خاصة في الموصل بتهم أنه تعاملهم مع دولة الإسلامية أو مع داعش. هذه التهم الموجودة فقط لتعاملهم مع الدولة، ليست متهمين أنه ارتكبوا جريمة أو لا، فقط لأن هذول الناس تعاملوا مع داعش. يعني الباع لهم اللي اشترى من عندهم ودفع لهم جزية يعتبروه هو مجرم، هو كان مضطر أنه يدفع الجزية ومضطر أنه يتعامل مع المجموعة الإرهابية، يعني مضطر بهذه الحالة. 17 واحد موجود ولحد هذه اللحظة يطلبون من العالم العراق
العراق يطلب من العالم، أو بالحقيقة وزارة العدل تطلب من العالم بمساعدتهم عن كيفية التحقيق مع هؤلاء الناس. هذه العملية معروفة حتى لدى الأمم المتحدة، معروفة هذا الملف موجود، 17,000 شخص موجودين تحت ذمة التحقيق بهذه التهم، بالإضافة إلى التهم الكيدية الذي موجودة من العراقيين يتهمون شخص لأسباب كيدية، لأسباب تفتعل، ولهذه الأسباب لها مزايا أخرى وأبعاد أخرى، من ضمنها تمويل المجاميع الإرهابية الموجودة في العراق، الميليشيات تمول نفسها بالابتزاز المواطنين العراقيين وأبناء المواطنين وأهاليهم من في السجون، ابتزازهم في سبب أنه لازم يوصلهم معلومة أو لسبب آخر حتى يبتزون هذه العائلة من الدفع المبالغ طائلة لإخلاص ابنهم أو أبوهم أو ذويهم. هذه الحالة موجودة والعالم يعرف في هذا. في هذا السياق أستاذ ضياء، في تصريح سابق للنائب رعد الدهلكي قال فيه أن السجون تحولت لأماكن تعذيب وانتقام وليست أماكن الإصلاح، أين يكمن دور السلطة القضائية في تحقيق ذلك الهدف الإصلاحي لهذه السجون والمعتقلات؟ بالحقيقة هي السجون في كل العالم تابعة إلى وزارة العدل، أما في العراق فهي تابعة لأجهزة أمنية خاصة فيهم، وهذه الأجهزة الأمنية هي تعذب وتغتصب، وهذه التقارير موجودة يعني معروفة أنه الاغتصاب مستمر في العراق إن كان على النساء أو على الرجال، حقيقة هذه الحالة مستمرة، لأنه وزارة العدل يعني خير دليل أختي العزيزة، خير دليل القضاء في العراق غير معترف به دوليا، لأنه يعرفون القضاء بالعراق منحاز، والقضاء في العراق مرتشي، والقضاء في العراق مسيس، والقضاء في العراق يتعامل مع قوة إرهابية ومع الميليشيات لقضاء الحكم على شخص أو عدة أشخاص. لهذه السبب حتى القضاء بالعراق يتعامل مع المواطن العراقي حسب الطائفة والمذهب والمرجعية، هذا لحد هذه اللحظة يتعاملون بهذه الصيغة مع العراقيين المعتقلين. بالمقابل وفي ظل هذه الأعداد والأرقام الكبيرة للمعتقلين، توجد أيضا في السجون وتحديدا في سجن الرصافة أعداد كبيرة لنساء معتقلات بتهم أغلبها كيدية وفقا للجنة حقوق الإنسان، كيف تفسر ذلك؟ نعم، هذه التهم الكيدية أنا ذكرتها بالبداية، التهم الكيدية الموجودة ليست فقط عن النساء، موجودة على الرجال والنساء بالأغلب الأحيان، هذه التهم الكيدية. نحن نعلم هذه الحكومة العراقية هي حكومة ميليشيات وحكومة طائفية، وهذه الحكومة تستند بقوتها على هذه الميليشيات. الميليشيات هي التي تحكم العراق، الميليشيات هي القضاء في العراق، الميليشيات كل ما ترجعين إلى ما يحدث في العراق هو الحشد الشعبي، والميليشيات هو مسؤول عن كل الجرائم الموجودة بالعراق. قصدي الحكومة تعلم من يقوم بهذه الجرائم ومن يقوم بالانتهاكات في حقوق الإنسان في السجون العراقية. شكرا جزيلا لكم أستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا، شكرا جزيلا لك.